رائحة الكريهة، رائحة الكريهة الميكروبات كتدخل لنا للديور ولادنا كيمرضونا بالحسد. أبسط الحقوق ما متوفراش عند هاد الناس. الأعزاء متابعين صوت العدالة، حنا من دوار أيت العمان أيت سعيد إقليم الحجب، جينا عند واحد السكينة اللي صراحة كتعاني الأمرين، لقينا مزبالة وزيد على ذلك حتى القوادس ديال الواد الحار حاشاكم ما كاينينش. اذا احنا مازال في استطلاع وكنسمعوا الراي ديال المواطنين او الساكنه. اذا السلام عليكم سيدي. مرحبا بك معنا على صوت العداله. قل لي اخي، شنو الضرر اللي مسبب لكم هذا الواد الحار اللي كنشوفوا صراحه منظر ما ماشي منظر؟ الضرر اللي مسبب لنا الواد الحار هو ولادنا كيمرضوا، الرائحه الكريهه، الرائحه الكريهه، الميكروبات كتدخلنا للديور ولادنا كيمرضونا بالحساسيه وبزاف ديال الامراض. حنا كنعانيو من هذا المشكل هذا، وكنطلبوا من السيد الرئيس الله يجازيه بخير، حنا ما كنطلبوش شي حاجه ما كاينه. هذا حق مشروع. نعم هذا حق مشروع، وحتى الا ما كانش حق مشروع يقولها لنا، حنا يعطيكم حلول، يعطينا حلول ويقول لنا شنو هو المصير ديالنا حنا في هذه السكينه هذه. حنا كنعانيو من جميع الحشرات، حنا مسكفين بقزدير وميكا وتكرفيس والكسب. ابسط الحقوق ما كايناش، يعني بنادم راه ما عايش، هذه هي الصراحه. نعم والسلام عليكم. إذن متابعينا الأعزاء، كيف شفتوا أبسط الحقوق ما متوفراش عند هاد الناس. إحنا في هاد الحياة كاينين علاش؟ باش غتعيش وغتموت. إذن إلا تعيش مرة واحدة خصك تعيشها مزيان. إذن متابعينا الأعزاء، كان معكم ربيع الدحالي.